سياسيا، قدم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين جبرين حسين مرسال حديثا صحفيا تطرق من خلاله الحديث حول احترام الحقوق الانسان في البلاد. متابع. الديمقراطيين والاشتراكيين اي دي اس بقول بيحتج بالتدخل عن المنظمه الدوليه اللي بيسموها العفو الدولي في الشؤون عن التشاد بعد تقديم عن التقرير حقها بتاريخ يوم 14 سبتمبر الفات، اتكلمت فوقها بالتاسف عن الهاله عن حقوق الانسان في بلدنا تشاد. تشاد هي جمهورية حرة ومستقلة بصفتها كدولة عن حقوق ودولة ديمقراطية. تشاد لها قوانين خاصة، والمظاهرات المأمورة إلا كان المظاهرات دي ما تسبب برجال للأمن العام. قاعدين بيهتموا بزيادة في أمن هنا المواطنين المسائل المكلفين بالأمن العام، ما برضو لأي شخص عشان يجي ويبرجل الأمن العام بيسوين على مظاهرات. الناس الكشمش دول ما بس قاعدين بيفكروا الا لمصلحتهم الخاصه، وبيدوروا بيتلفوا الصوره عن بلدنا تشاد، قاعدين بيحاولوا على قدر الامكان عشان يكون دافقين عن الدم. كل التشادين بدون اي تفرقه بعرفوا حق المعرفه الثمن عن الدواسات. ومختلف الاحداث اللي كان بقت في بلدنا دي سببت خسارات انسانيه، خسارات معدات وانطنا وصايا من سنه 2008 بفضل عن الشجاعه والنيه المخلصه عن رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو. التشادين لقوا العافية الكاملة.